ادخل. مولاي وصل محمد آغا. خليه يجي. مولاي شو هالسرعة يا سوكولو؟ خلصت تحقيق بالموضوع؟ لسه يا مولاي السلطان، بس خلصت قسم مهم كتير. إذا بتسمح لي اطلع جنابكن عليه. كل الضباط وعراسهم الأوجاك يلي عم يخدموا تحت أمرتكن مولاي، بالإضافة لكل المعلومات المتعلقة بموظفي الجيش الانكشاري بقسم الباشا موجودة بهالأوراق. كتير منيح. بالإضافة مولاي، جمعت أسماء كل الأغوات يلي عم يشتغلوا بالقصر واللي ما عم بيشتغلوا، سجلت أسماءهم ونسبهم ومن وين جايين. كل شي موجود عندكم بالتفصيل. اسمك موجود بيناتهم يا آغا؟ أنا مبسوط كتير بوظيفتي مولاي، شرف كبير إلي أن يكون قريب من جلالتكم. تأمروني بشي تاني؟ لا فيك تروح. لأمتى رح تستضيفي مصطفى عندك بالقصر؟ نسيانة إنه مصطفى أخي؟ يعني هذا قصر أخته وفيه يبقى عندي قد ما بده. مستحيل أقبل بهالحكي يا مريم، لأنه أنتي ما عم بتشوفي بعيوني أنا. أنتي عم بتقولي إنه أخوكي، مع إنه كل البلاوي اللي عم بتصير معنا من تحت راسه وراس أمه. لو أخوكي مصطفى ما بده، مستحيل إنه يتجرأ حدا ويتهجم علي. لو فرضنا يلي عم بتقولي صح، فيك تقليلي مين تجرأ وهجم على أخي؟ أنت شو بدك تقولي؟ بقصد إنه ما في حدا بريء. مثل ما أنك شايفة إنك مظلومة والحق معك، هن مثلك سلطانة. أنت لهلأ مو فهمانة شي. المسألة مو أنا يا بنتي، أخوكي اللي بتحبيه كتير عم بيقابل بالسر ضباط الجيش والبشوات وعم بيحاول يتمرد على السلطان سليمان. لا الموضوع مو هيك، كل شي صار كرمال بنته لخضر باشا. وانتي كمان صدقتي الكذبة؟ اصحي بقى وحاجة جنان. ابوكي عم بيواجه خيانة كبيرة يا مريم. المفتي وضباط الانكشارية بصف مصطفى وكانوا عم بيحضروا لعصيان كبير، وانا خربت لهم مخططهم وخليت مولانا يشوف وشهم الحقيقي. من زمان ما شفتك يا نصوح افندي. معكن حق، بس عم اقضي طول الوقت بين الكتب يا سمو الامير، وراحتي على القصر صايرة قليلة. مولاي محتاج وجودك جنبه، وضروري يكون في حواليه رجال مخلصين وصادقين مثلك يا نصوح أفندي. بوجود رستم باشا هذا الشيء صعب شوي يا سمو الأمير. يلي صار مع رستم إهانة إله، بعده عن العاصمة بحجة مصالح الدولة العلية. بس عمل عملته قبل ما يروح. شو قرار مولانا بهذا الخصوص يا أمير؟ ما عرفت قراره لهلأ. سامحوني بس معقول حضرتكم تغلطوا هيك غلطة؟ اللي ساويته نقطة لصالح عدوك يا سمو الأمير. خضر باشا من جهة وعلي آغا من جهة، وأنت مولاي معه حق إنه يتضايق. اللي صار له تفسير واحد، مولاي رح يفكر إنه هذا تمرد وظنه بمحله. بس هاد التمرد بوش السلطانة هو يا مرستم باشا اللي مولاي مأمنهم على حياته. سمو الأمير، حراس القصر جايين. سمو الأمير مصطفى، مولانا السلطان بأمر تشرفوا لعنده فورا. يا ريت تخبروا مولاي السلطان إنه رح نفذ أمره. لازم تجي معنا هلا يا سمو الأمير. شفت لوين وصلتنا هي الخانم بتصرفاتها المتهورة؟ شو يلي عم يصير يا فهد؟ في شي بينه وبين سمو الأمير مصطفى نحن ما بنعرفه؟ الأمير بكن له كل الاحترام، بس واضح إنه الخانم بتحبه وبما إنه هيك، ليش ما تصرفت بسرعة؟ حاولت أبعدها، بس الخانم عنيدة وكتير قوية، وبما إنه الأمير ما أنه مهتم كتير أنا اطمنت.
طلبوا سمو الأمير على القصر. أنت ليش تركته لحاله؟ ما سمحوا لي إني أروح معه. السلطان طلب إنه يجي بدون حراسة. من مدة ما لا طويلة يا مصطفى صارت حادثة بين رستم باشا وبين علي آغا بقسم الباشوات. وصلني خبر يا مولاي. أنا مستحيل اسمح لأي رجل له قيمة بالدولة يتمادى ويتصرف هيك تصرف، ولهذا السبب أمرته أن يبعد رستم باشا لحتى يعرف أنه غلط. أما بالنسبة لعلي آغا، لحد اليوم ما أخذت أي قرار بحقه. قائد منيح وخادم مخلص للدولة وضابط عنده خبرة كبيرة، بس المفروض هو كمان لازم يتحاسب، مو هيك؟ بس رستم باشا هو المذنب. رستم باشا هو وكيل المطلق بهي الدولة يا مصطفى، وما بيصير أي حدا أنه يقلل احترامه مين ما كان يكون. عم تسمعني؟ لأنه بعتبر هذا الشيء موجه لإلي شخصيا. معناته يا مولاي اتخذت قراركم بحق الآغا. وصلت لقرار معك، ولهذا السبب طلبت منك أنك تجي لهون، لأنه أنت حتنفذ القرار بإيدك. غضن فرقاخ، شو القصة؟ ليش طلبتيني؟ بدي تنقلوني من قطي وبأسرع وقت. دالي عم تضايقني، وبصراحة خايفة تأذيني أو تموتني. مستحيل يا خانم، داليا ما بتتجرأ. أنا خايفة على الولد اللي ببطني، واضح إنه ناوية تأذيه. وين ما بتروحي الخطر موجود، يعني لازم تكوني حذرة، لأنه عيون الكل عليك يا خانم. لازم تحسبي خطواتك منيح. الطريق قدامك لساته طويل كتير، وبدك وقت لتوصلي لهدفك. أنا خطيت أكبر خطوة بحياتي. سمو الأمير حيتعلق فيني وبابنه اللي جاي على الطريق. أنا واثقة إنه ما في حدا بيحبني هون، بس إذا وقفت معي رح أكون أقوى بكتير. أنت اطمني، رح أكون معك على طول، ولا تشغلي بالك بموضوع الأوضة. بس يجي الوقت المناسب رح تنتقلي فوراً للحرم لك الخاص. سمو الأمير، الأخبار مو منيحة. تشالي جالي، السلطان طلب مني مهمة كتير صعبة وما فيني أرفضها أبدا. ادخل. سمو الأمير، وينك غضنفر؟ رح يصير موعد الديوان. كان عندي شغل بالحديقة. بيزيد في شي أخبار عنه؟ رجع على إمارته؟ ما عندي معلومات أكيدة، بس بيكون وصل يا سمو الأمير. الله أعلم شو ناوي يساوي يا غضنفر. بجوز يوصل موضوع الدعوة لأبي. لازم نكون جاهزين. أهلا وسهلا بحضرة جنابكم بقسم الباشا. تشريفكم لعنا شرف كبير يا سمو الأمير. حاملكم معي أخبار مانا منيحة يا علي آغا. جهانجير؟
خير شو صاير؟ مولاي طلب من مصطفى أنه يروح يجيب علي أغا على القصر فورا. شو القصة أمي؟ على الأغلب أنه مولانا السلطان وصل لقرار، هالمرة وقعوا ما رح ينفذوا بعملتهم. علي أغا أجيت لهون لحتى أخدك، طبعا بأمر من السلطان، بده يحقق بالقصة اللي صارت بينك وبين رستم باشا. سمو الأمير، هاي حجة علي أغا، لأنه الحقيقة مولانا السلطان اتخذ قرار بإعدامكم. سمو الأمير، حضرتكم مستقبل هي الدولة العظيمة، دولتنا العثمانية العالية، ومشان مصلحة الدولة يا أمير أنا روحي ما لها أي قيمة. علي بيموت بس في ألف علي بيولد، قلبي وروحي فدا حضرتكم يا سمو الأمير مصطفى. أنا السلطان، أنا جاهز لحتى نفذ. بدي إياك تسامحني. مسامحكم يا سمو الأمير، أنتوا سامحوني وأنا مسامحك. هاي المهمة هي عقاب كبير من مولاي السلطان للأمير مصطفى. معكن حق يا سلطانة، تكليف مولاي للأمير مصطفى بتنفيذ الحكم كتير مهم، لأنه رح يكون بمثابة ضرب كبير للاتفاق بين سمو الأمير مصطفى والجيش الانكشاري. إمتى تنفيذ الحكم؟ رح يكون بعد شوي بميدان الديوان يا مولاتي السلطانة. حروح شوف وشه لمصطفى وقت تنفيذ الحكم. مصطفى شوفي، شو الموضوع؟ سمعت انه طلبوا علي أغا على القصر، وينه هلا؟ إن شاء الله تكون رسالة مولاي وصلت لمصطفى ويتعلم من هالشي درس ليحط مسافة بينه وبين الجنود. خلي هذا الشي يكون عبرة للكل، لأنه إذا ما عمل هيك ما رح تكون المرة الأخيرة. تنفيذ الإعدام بحق قائد الجيش الإنكشاري بجوز يكون له نتائج مو منيحة أبداً. هذا جزاء التمرد على السلطان سليمان يا مريم. سلطانة، دستور مولاي السلطان سليمان المعظم.
جاهزين لتنفيذ أمر السلطان؟ نحن جاهزين سمو الأمير، السياف ناطر أوامركم. بجسد عار وضمير صاح وبكل شجاعة حاربنا أعداء الدولة العثمانية بدون تردد، وكنا نقول دائما سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. أبطالنا وسيوفنا مسلطة في وجه الأعداء، سواعدنا هي في طاعة سمو الأمير مصطفى. دمي وجسدي فداء لك، اللهم صل على محمد خاتم الأنبياء، يا أنبل خلق الله وأكرمهم اشفع لي. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وحدوا مولانا هو اللي أمر بإعدامه لهذا الخاين. من إمتى منترحم على الخونة يا سلطانة؟ لا، مو لأنه خاين يا هيام. مولاي أعدامه لأنه قلل من احترام رستم باشا. الكل بيعرفوا إنه هي الحقيقة. وهذا الشيء ما بيكفي يا سلطانة؟ رستم الوزير الأعظم وبنفس الوقت هو زوجي. معناتها مولاي السلطان لازم يأمر بإعدام الكل يا مريم. زوجك ما حدا بيحبه غير السلطانة هيام، حتى انت ما بتحبيه مزبوط؟ مريم، انت شو حاكي للسلطانة فاطمة؟ ما في داعي احكي لها شي، الموضوع مو سر. أساساً الكل بيعرف كيف زوجتوني للباشا. نور بانو خانم، شوفي شو جابك لهون. جيهان خانم بعتتني لعندك لقلك انه سمو الامير طالبك. سمو الامير طالبني؟ الحكيمة عم تجي لعندي وعم تساوي لي معاينة. يا ريت لو ضل جنبك دائما. مانك مبسوطة بالحرم لك؟ طول اليوم عم انطر خبر منك سمو الأمير، وداليا خانم عم تضايقني طول الوقت. هاي الأصول يا نور بانو، لازم تضلي بالحرم لك.
الأمير عندك إزاي؟ روح. بما إنه ممنوع أبقى عندك، يا ريت لو يكون في عندي حرم لك لحالي. حرم لوحدك؟ يكون في حمام مخصوصي إلي، حط فيه الحوض تبعي، ورح أسوي فيه أوضة للولد، وحضرتك بتصير بتجي لعندي إمتى ما بدك. ادخل. كلب. صوت كلبي. شو عم بتقولي كلب شو؟ عن إذنك سمو الأمير. شو عم تعملي؟ روح من هون، لا تعدي عنه. انت فوتي لهون مو هيك؟ ايه، وانت شو دخلك؟ بعده يا بنات، شوفي ليش مجتمعين هون؟ رجعتوا تتخانقوا مرة تانية؟ تعي شوفي بعينك، هي الإيطالية الوقحة مفوتة هذا الكلب لجوا، موسخ الغرفة وتيابي كمان. مزبوط، هو قصدنا نوسخ لك تيابك. بس خلص، خلصنا نوربانو. طالع الكلب، ممنوع، مكروه. وليش ممنوع بقى؟ لأنه مكانه مو جوات القصر، الصلاة ما بتجوز بالمكان يلي بيكون فيه، هي مخلوقات نجسة. بالبندقية بيعيشوا معنا بالقصور ومناخدهم على غرفنا. شو هالحكي الفاضي هاد؟ أي بندقية هي؟ داليا، الموضوع انتهى. نوربانو، عطي الكلب للحراس، خليهم يرموه. نوربانو، أنت لوين رايحة؟ دخيلك يا ربي، صبرني على هالبنت. سمو الأمير، ساعدني يا أميري، بدهم يرمولي الكلب برا. اسمح لي سمو الأمير، أنا رح أتكفل بالموضوع فورا. سمو الأمير، أنا لقيته وقت كنت عم بتمشى بالحديقة وحطيته بغرفتي، عم بيقولوا ممنوع ومكروب كمان. مكروه مو مكروب. شو ما كان، سمو الأمير، بترجاك خليه يبقى معي، لساته جرو صغير، رح يموت إذا رمينا برا. خليه هون بيسليني. بما انك حابه يكون موجود، مو مشكله، جهزوا له مكان بالحرم لك، ماشي؟ بس هالشي ممنوع وما بيجوز. انه تحت امرك سمو الامير. انا في امارتي منذ شهور، لكن صورتك لا تفارق خيالي، افكر فيك طوال ليلي ونهاري، لا أزال عالقاً هناك في ذلك المكان الذي جمعنا كحبيبين. ادخل. سمو الأمير، لهلأ ما في أخبار يا مصطفى؟ المفروض إنه الرسالة تكون وصلت لمولاي السلطان من زمان. صحيح، ما في أي معلومات، خلينا ننظر. معقول يكون منعوا الرسالة توصل لإيد مولانا السلطان؟ معقول يا سمو الأمير، بجوز السلطانة هيام عرفت بالموضوع من شي حدا، وحضرتك بتعرف شو يعني. باشا محمود آغا، عم توصلني أخبارك أول بأول، أديت مهمتك. عملت كل شي بقدر عليه رستم باشا. كتير منيح. أكيد السلطانة مريم بالقصر ما هيك؟ أي يا باشا، وهي ناطرة حضرتكم. مريم. رستم. سلطانة، سامحيني، ما خبروني انك هون. صحيح كنت غايب، بس انت ببالنا على طول. وانتو على طول ببالي يا سلطانة. مريم، انا بدي روح. انت كمان لازم تروح وتشوف مولاي السلطان، ما هيك يا رستم؟ طبعا اكيد، رح شوف السلطانة وبنتي شوي وبعدين بروح لعن جلالته. كتير منيح،
معناتها منروح سوا. مريم، أنا وبنتك كنا قلقانين عليك طول الوقت يا رستم. عساكر الجيش حزنوا كتير، ومولاي السلطان ما كان لازم يعاقبوا هاي العقوبة. هذا القرار هو قرار مولانا السلطان يا جيهانجير، وما في مجال للنقاش أبدا. المذنب الأول والأخير هو رستم باشا. رستم ما وصل لهي المواصيل من دون سبب. السلطان عطول كانت تدعمه وتوقف معه. كل شي عم يصير أنا بعرف فيه. صحيح ما عندي أمل بنوب إني أتولى العرش، بس الموضوع صار واضح كتير. السلطانة عم تدعمه لرستم. حضرة الأمراء، معناته رجعت؟ ايه رجعت، والفضل لمولانا السلطان. بس واضح انه روحتي يا امير اثرت بتنفيذ النظام بدولتنا، ولازم حاول رجع كل شيء مثل ما كان. هاي الدولة مو دولة عادية يا باشا، والنظام بيكون بتنفيذ القوانين مو بالقوة ابدا. واذا كانت العدالة هي اساس شغلك، ما حدا بيتجرأ يقرب عليك او يأذيك. هذا الكلام يلي عم تقوله يا سمو الأمير ما بينشبع منه، بس هلأ بتسمحوا لي، مولاي السلطان ناطرني. مصطفى إمتى رح يروح من هون؟ في شي أخبار؟ لا سلطانة، بس بظن ما رح يطولوا. خليه يرجع لإمارته بقى، وجوده هون عم يزعجني كتير. أنا خايفة إنه يأثر على أولادي الأمراء ويلعب بعقلهم لحتى يوقفوا بوشي. أمراءنا واعين يا سلطانة. المهم السلطانة فاطمة رح تروح من هون. أنتوا جهزتوا كل شي من شان العرس؟ كوني مطمنة سلطانة. وإمتى رح تكون ولادة نازلي؟ لسه باقي شهرين على ولادتها. سلطانة، إذا جابت ولد شو رح نعمل؟ حسب أوامركم عملت زيارة للإمارات المجاورة لسرحات مولانا، وعم حضر ملف اشرح لكم فيه الوضع بشكل مفصل، وقريبا جدا رح يكون جاهز. ممتاز. في أخبار جديدة عن شاركانو فرديناند يا باشا؟ حابب أعرف أخبارهم، وأعرف إذا لسه عندهم الجرأة يرفعوا راسهم قدام السلطان سليمان. عم تصير حوادث متفرقة بيناتهم، بس بما أنه بدهم الصلح يا مولاي ما في أي خطر بنوب. بس عم اسمع أخبار ما بتطمن عن فرانسوا. شو قصته ملك فرنسا؟ عم بيقولوا ملك فرنسا مريض يا مولاي السلطان، ووضعه حرج شوي. بعتوا فورا رسول على فرنسا، خلينا نعرف شو الوضع يا باشا. أمركم مولاي. وصلتك أخبار بالحادثة اللي صارت بغيابك ما هيك؟ ايه عرفت مولاي. هلأ الكل رح يعرفوا حدودهم منيح. جلالتكم مشهورين بعدالتكم الكبيرة يا مولاي، بس سامحوني على فضولي، ليش جلالتكم ما عينتوا قائد أسطول جديد مكان خضر الدين باشا يا مولاي؟ موضوع التعيين لساته ما انحسم يا رستم باشا. سامحوني على جرأتي يا مولاي، بس الله أعلم شو مخبي لنا القدر. حروب البحر بين كر وفر، وأنا برأيي لازم قائد الأسطول الجديد يستلم وظيفته بأقرب وقت. سلطانة جيهانجير، انت سبقني على غرفتك، بدي احكي مع اخوك شوي.
سمو الأمير، إمتى ناوي ترجع على إمارتك؟ السلطانة ناهد دوران بتكون قلقانة عليك؟ مولاي السلطان طلب مني ضل كمان شوي، بعدين أنا كتير مبسوط بالوقت اللي عم أقضيه مع أخواتي. الحق معك، لأنه كل نفس عم تاخده يا مصطفى إلو قيمة. الحمد والشكر لله إنك ما كنت مكانه لعلي آغا. واضح يا سلطانة هيام إنه خاب ظنك. واثقة إنه يلي عملته ما رح يمرق على خير يا سمو الأمير، ولسات الموضوع بأوله، وسواس الشك قوي كتير، بصير يفوت على عقل شوي شوي لحتى يخلي الكذبة تصير حقيقة، وخاصة إذا تعلق الموضوع بالإخلاص. أنت بتعرف ليش أعدموه لإبراهيم يا مصطفى؟ بما أنه عم نحكي عن الوفاء والإخلاص يا سلطانة، أنت تسببتي بقتل مرة بريئة وابني معها، يا ترى هذا هو الإخلاص اللي حضرتك عم تحكي عنه؟ أعملي شو ما بدك، بس ما فيك تهربي من النهاية اللي ناطرتك، ونهايتك قربت ورح تكون على إيدي أنا يا سلطانة. سلطانة، فكرت إنه حضرتك مو حابة تتم هالجوازة، بس الواضح إنك مبسوطة كتير يا سلطانة. شو ساوي ألفت؟ إذا قدري إني أتزوج مرة تانية، شو رح استفيد إذا ضايقت حالي وانزعجت؟ العمر عم يمضى بسرعة. عفيفة خانم، وزعتي الذهب ما هيك؟ وزعتهم يا سلطانة، والجواري انبسطوا كتير فيهم. كتير منيح. شايفة السلطانة فاطمة كتير متحمسة وعم تضحك. صدقوا لما قالوا عن السلطانة إنه هي سلطانة الضحك والبسط يا مريم. بعترف إنها فاجأتني بتصرفاتها. الظاهر إنها ناوية عشي. معقول تكون لقيت شي طريقة لتبقى هون بالقصر؟ انكتب كتابها، ما رح تقدر تضل هون، وإذا فكرت إنها تبقى ساعتها رح تندم. كأنه نازلي خانم قرب موعد ولادتها، ما هيك؟ بفضلكم كتب كتابي يا مولاي، وهالمعروف ما رح انساه طول عمري. الله يحفظكم ويطول بعمركم. آمين آمين. امتى رح ترجعوا عن طاكيا؟ السلطانة هيام مصممة انه تستضيفنا بالقصر، لهيك قررنا انه نبقى كم يوم. ادخل. مولاي، الأمير مصطفى والأمير جهانجير طالبين يشوفوكن يا مولاي. خليهم يفوتوا. مولاي، أهلا وسهلا بالأمراء. تعرف أني كنت عم فكر فيك من شوي؟ كنت عم بدعي لربي تجي لهون وشوفك. اشتقت لك كتير يا جوهرتي الغالي. حدا شافك وقت اجيت آغا؟ لا اطمني، حتى لو كان ألف واحد واقفين على الطريق من القصر لهون، مستحيل يقدروا يمنعوني يشوفك. قبل ما أنسى، إذا جوعان لحضر لك أكل؟ ما رح أقول لا. مين هاد؟ أكيد حدا شافك وأنت فايت لعندي.
شو رح نساوي هلأ يا أغا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دخيلك يا ربي. فوت تخبى هون، فوت. لا لا مو هون، تعمل فوت لهون تخبى منيح. منصور وقف، سنبل آخ عندي جوا. يلا شو جاي يساوي هون؟ يلا برجع لعندك بعدين. مين اللي كان هالباب؟ الموضوع مو مهم. خير يا خانم، في شيء أنا ما بعرفه عنك؟ الحقيقة وبما أنه صار هذا الشيء مفروض أني أقلك. يلي كان عم يدق الباب من شوي وأنا مشيته هو صاحب بيتي، وقال إذا ما دفعت له الأجار رح يقلعني برات البيت. جوهرة مو مشكلة، ومشان هيك أنتي متوترة؟ روقي روقي رح تنحل إن شاء الله. روقي بكرة منتفعل.